السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بند 7-6 ضرب الكسور للصف السادس. أوجد الناتج في أبسط صورة. 2 على 3 ضرب 3 على 5. الخطوة الأولى نضرب البسطين ومن ثم نضرب المقامين، فيصبح في البسط 2 ضرب 3 وفي المقام 3 ضرب 5، وبالتالي الناتج سيصبح 6 على 15. ونلاحظ أن 6 و15 يجمعهم جدول ضرب 3، فبالتالي نقسم البسط والمقام على 3 ويصبح الناتج 2 على 5، وهي الخطوة الثانية، أننا لابد أن نبسط الكسرين إن أمكن. نلاحظ بالمثال التالي وجود عدد صحيح ضرب كسر. في هذه الحالة لابد من وضع المقام يساوي 1، ونكتب 4 على 1 ضرب 3 على 5. إذن أي عدد صحيح متعارف عليه أن مقامه يساوي 1. وبعد ذلك نبدأ بضرب البسطين ومن ثم نضرب المقامين، فيصبح 4 ضرب 3 في البسط و1 ضرب 5 في المقام، فيصبح الناتج 12 على 5. سنجد أنه لابد من تبسيط الكسر حيث أن البسط أكبر من المقام. نقسم 12 على 5 فيكون الناتج 2، فيصبح عدد صحيح، والباقي 2، فيصبح هو البسط والمقام لا يتغير وهو 5، فيكون الناتج النهائي 2 صحيح و2 على 5.